يحتل عيد الفطر منزلة رفيعة في نفوس المسلمين لحلوله بعد صيام شهر رمضان المبارك، ابتهاجا بما أنعم الله عليهم من أداء فريضة الصوم. وتسعى المجتمعات المسلمة إلى أداء الواجبات الدينية والاجتماعية خلال أيام العيد من تزاور وصلة أرحام. للمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف ياسر سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية. نرحب فيك سعادة القاضي في نشرة أنباء الثالثة. كيف تساهم شعيرة العيد في تعزيز الروابط الأسرية في المجتمع؟ بداية أحب أهنيكم وأهني السادة المشاهدين على هذه المناسبة الكريمة، فالله يعودها علينا وعليكم وعلى جميع أفراد المجتمع بالأمن والإيمان والسلامة والصحة والعافية. بالنسبة لتعزيز الروابط الأسرية في المجتمع، يعني نجد أن الشارع الحكيم نظم هذه الأمور والأحكام المتعلقة فيها منذ حتى قبل بدئها إلى انفصامها لمجموعة من الآداب والأحكام والضمانات اللي تحافظ عليها وعلى تماسكها وألا تؤثر على النظام العام للمجتمع. ومن أهم تلك الأمور التي تجعل الأسرة متماسكة هي عبادة صلة الرحم، وهي فضلا عن كونها يعني عادة متجذرة في مجتمعنا وفي أعرافنا وعند أبائنا وأجدادنا، ونجدها ملموسة من خلال المجالس واللقاءات والاجتماعات. هي في الحقيقة عبادة عظيمة من العبادات التي يؤجر الإنسان عليها عظيم الأجر، وأعظم ما يدل عليها في حديث عظيم يصف تلك العبادة بأعظم وصف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فهذا حديث يدل على عظيم أمر الرحم وصلتها والتواصل ما بين أعضاء الرحم الواحد والصلة التي تكون بينهم والترابط والزيارات والتواصل والوقوف عند الحاجات. هذه من أهم العبادات، ولا شك أن هذه الأيام أيام العيد من أعظم المواسم التي تعزز فيها هذه الروابط. وفي الحقيقة يعني لو الإنسان يصل من يصل هذا أمر قد يسهل على الإنسان، ولكن الأمر يكون يصعب حينما تكون الصلة لإنسان يقطع الآخر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى مثل هذا الأمر فقال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. نعم سعادة القاضي، لا شك العيد أيضا هو فرصة في توطيد العلاقات والترابط بين أفراد المجتمع، وليكون الفرد مثالا ويتعامل معاملة لينة من خلال معاملته واتصاله بالأفراد، سواء في الشارع، في الأسواق، في المجتمع، في العمل، في أي مكان. كيف نوجه إلى ذلك؟ نعم، يعني الروابط الأخوية بين أفراد المجتمع من أعظم الروابط التي يعني حافظ عليها الإسلام أشد محافظة، ومنع أي اعتداء عليها وعلى أي حق من حق أي إنسان يعيش إلى جانب أخيه الآخر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أول ما دخل إلى المدينة النبوية بنى المسجد ثم آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني في دلالة عظيمة على أن أمر الأخوة بين الناس والحفاظ عليها والترابط ما بينهم من أعظم أركان الإسلام ومن أعظم أسسه وأعمدته التي يقوم عليها كيان المجتمع. ولا شك أن الإنسان يعني مدني بطبعه، يخالط الناس ويتعامل معهم، وقد يقع منه يعني تقصير في حق أحدهم من اعتداء بكلمة أو اعتداء على ماله أو يعني أكل لماله بغير حق أو ظلمه أو غشه في تجارة أو شيء من هالقبيل. في الحقيقة يعني أنا انتهز هذه الفرصة، وهذه الأيام أيام مباركة وأيام فرصة أن الإنسان يعني يراجع نفسه إن كان قصر في حق أحد أو اعتدى عليه أو ظلمه أو أخذ حقه، أنه يعيد الحقوق إلى أهلها، وأنه يعزز روابطه. سواء لا شك يعني إذا كانت هذا الاعتداء أو ظلم لشخص قريب له أو شخص جار له أو زميل له أو صديق له، أو بين الوالد وولده أو بين شخص وأحد من أفراد أسرته، لا شك أن هذا الموسم يعني موسم لتعزيز هذه الرابطة، والله سبحانه وتعالى يعني لا يعفو عن هذه الحقوق إلا إذا عفى عنها أصحابها. والإنسان يعني الذي يتجاوز على مثل هذا يعني يحرم نفسه من أجر عظيم أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يقول فيه: تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، كل يوم اثنين وخميس على مدار العام. تفتح أبواب الجنة فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا
كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، ثلاث مرات يكررها صلى الله عليه وسلم. هذا دلالة عظيمة على أن يعني المحافظة على هذه الروابط من أعظم الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن خيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، القاضي ياسر سيادي القاضي بالمحكمة الكبرى الشرعية، شكرا جزيلا لك.